أهلا بكم مشاهدينا إلى أبرز الأخبار في دقيقة. كوريا الشمالية تطلق صاروخا عابرا للقارات وتهدد القارة الأمريكية بأكملها. مراكز الإيواء تحارب ظاهرة الاتجار بالبشر في ليبيا. زعيم القاعدة أيمن الظواهري يهاجم تحرير الشام وينفي فك الارتباط بالنصرة. فتح باب التوظيف للسعوديات في وزارة العدل. وفي أخبارنا الصحية، علماء يتمكنون من زرع شريحة في دماغ الإنسان لتنظيم سلوكه ومشاعره. وفي أخبارنا المنوعة، هاتف بدون شاشة مصمم خصيصاً لعلاج مدمني الهواتف الذكية. الأمير هاري يصمم خاتم زواجه من ميغان ماركل بنفسه. وفي الإمارات، طلاب في أبوظبي يشكلون أكبر عالم بشري مرفرف في العالم.